تبارك الله عليك. فاش بقاو؟ يلاه كمل يلاه. 8 بغا 38 1900 درهم قطعهم 2000 درهم 2000 درهم مش قطعهم. المهم الاخوان كما قلنا راه السوق تبدل، ما بقاش في البلاصه القديمه ولا في الطريق ديال كيكو. تبارك الله. بتاريخ 4/1/2024 وتكون الاخوان الاثمنه ديال الخروف الدراري ديال كيكو. تبارك الله. اللهم يسر الرئيس. تبارك الله عليك. الله يسخر كيكو. كيكو ايت حمزه ايت حمزه ايت تسارت. الله يسخر. تبارك الله. الله يجيب التيسير. مليح اخويا. كاين الزين تبارك الله. كاين الغلط. فاش بقات هذه؟ 46 اخويا. 46 تبارك الله. 2300 درهم. شحال قلتوا لها انتم؟ لو كان نقولوا 50 عام مراد على مولانا. يجيب الله. كلشي على الله. قاطينا ب 2500 درهم. نعم تبارك الله واكل رزقها. الله يدير. 2500 واش قاطينا؟ الله يجيب التيسير. الله يسهل الامور. الله يحفظك. تبارك الله. حتى هذه ساعة غليظة. اللهم صل. إن شاء الله الرئيس وين؟ 44 2200 درهم. 44 شاكتو على البيع؟ 46 قاطينا ب 2300 درهم. شو 45 تبارك ير هايا هايا تويا 45 واش حكيتي لهم البيع؟ سلم مع ربي. الله يجيب التيسير. الله يسخر. 45 2250 درهم. شحال اخالي وين شحال تصاور؟ هذاك اللي مليه 60 واش داير في السن؟ 2 تبارك الله. وهذا؟ 42 تبارك الله. هذا الاخوان لينا 42 2100 درهم وهذا 3000 درهم. شحال قلتي البيع لهذا؟ كنطلب فيه 70 70 3500 وهذا؟ 50 هذاك الكبير طلب فيه 3500 وهذا طلب فيه 2500 درهم. الله يجيب التيسير. الله يسهل الامور. الله يحفظكم. الله يخطيك. الله يحفظك. استعزينا تبارك الله. منين المركد هذي؟ قال كيكو قال ايه شحال الله الرئيس وين شحال سامايك؟ الله يسخر. 41 ونص جملة. هل ملح حمص؟ كاين ملح تبارك الله. شحال هذه ما دخلتي ما حطيت بحال هذه؟ 41 ونص. يا كلشي على لا زعما ما تدخلش كثر هكا هما راه تي تدخل بس لا كثيره ما عمرها دخلت اول شخص. 41 و 5 41 ونص. هادي كيكو ولا مين؟ كيكو. كيكو تبارك الله. الله يجيب التيسير. شحال قلتوا لها البيع؟ 46 قاطعنا ب 2500 السوق عاطي 2075 درهم. دوزني دوزني لابراهيم دوزني لابراهيم دوزني لابراهيم. الغبر دابا هذاك ابراهيم فين؟ الغبر ديالو فين؟ ها انت جيتو معشش واخا. قدم التحيه لابراهيم. خويا ابراهيم الله يرحم الوالدين. عندك شي خويا ابراهيم باش تنعس؟ اجي صافي ها المليح. سمعتي يا خويا ابراهيم ها المليح ما تنعس. قول له ما تنعس كاع. وما ينعس ما خصوش ينعس. الله يجيب التيسير اخويا. الله يحفظكم. الله يخطيكم. هادو الاخوان مولينا هاد الغنمه هادي والدراري ديال ابري غني عن التعريف. الله يسخر لكم. لاحظكم قدموا التحية لسي ابراهيم وتحياتي لجميع المتتبعين. الله يسخر الجميع. سي مصطفى تبارك الله عليك. الله يسخر. فاش بقات هاد البركة؟ بقات 31 31 تبارك 1550 درهم. شحال قلتي لها البيع خمس؟ نعم. شحال تقول البيع؟ وقتنا ب 33 33 الخير عافات علينا. ايوا الله يدير الخير وصحتك. السوق؟ السوق ولا دار شويه. دار الله يرحمنا. يا ربي. قطعها ب 1650 درهم. دابا هاد الغنم عندك مشاريع اكثر من
اكثر من هذا باش قطعتي دابا قلتي غير ترقع شويه هز راسك توا على الله الله يدير الخير الله يدير هذا الشيء اللي كاين ما جبتيش المهم السوق عطيه دابا 1550 ما جبتيش با جواد تبارك الله عليك الله يسخر الله يحفظك شحال هذا بركه عزيز شحال هنا شحال عزيز شحال عزيز يحيى ديال الخرو ديالي مشى له ديالو هيا هو بغيت ديال الخرو انا شاف تلقى الخرو زيد ديو كامل عزيز كيما اللي بغيت تقول من الصباح صافي شحال هذا الصغار عزيز هذا شحال الراسوي 34 1700 درهم 34 شحال الرئيس 38 اخو 38 1900 شحال كثير من البيع؟ 48 48 يا ما عجبكش 38 ياك والله يدير الخير الله يرحم الله يسهل الله 1900 قطع ب 2400 درهم والله يجيب التيسير الله يسهل الله امور الله يرحم الوالدين شحال تبارك الله هنا السلام عليكم شحال عطاو في ثلاثة؟ مجنوني بثلاثة بهم ثلاثة دابا الديفو ديالهم ولا ديال؟ والله ما عرف الديفو ديال خليناهم حتى تزاد شي خليتي حتى تزاد شي على شي دابا الديفو ديال من؟ ديالي هي هو دابا مسخوط راه الى عنده واحد المده ما يخرج جاي يزيد خوه اي شهر انشر كيزيد شهر على شهر صافي كيزيد شهر الى دوز الشهر تيزيد واحد اخر والله يدير الخير الله يكتب لك اسمك كاين اللي كاين اللي كيبرا كاين اللي ما كيبراش دابا طبعتي فيه حتى صدقتي زيد شي على شي شي على شي والله يحد لباس هذا ما نقول خروف زين تبارك الله ما يستاهل جمله الواحد 830 درهم اللي عطاك هذو مجنون يا الاخوان دابا ما عندوش شي حل هذا صح عيتي دير معاه تام السومان تعيش حتى زعما يسمعش ما يسمعش واخا تقول زعما نسمنو ما يسمعش غير هو دابا مشى غير في الحسن ترجع غير اللور اللور الله يرحم الوالد شكرا على المعلومة ولا لا يخطيك المهم الاخوان المعلومة بالنسبة لشي واحد عنده شي خروف ماشي هو هذاك كيقولوا له مستو ولا دايخ ولا المهم تيدور ما صافيش ما خدامش يدور في السوق هذاك يدور مع الغنم من الأحسن السوق يدي الجزار يذبحو ولا يدي شي واحد يذبحو المهم مابقاش خدام كما سمعتو كيما قال الأخ يعني واخا تعلفو راه ما يسمعش هو راه كان عنده غير واحد تصدقو دابا ثلاثة والله يدير الخير الله يحفظ الناس الله يجيب تيسير الله يحفظ لباس احمد السلام عليكم هاني بخير لاباس عليكم صحابي خير الله يسخر الحاج الله يجيب تيسير المرقد منين البقرية تبارك الله البقرية اللهم بارك واش عطاكم السوق؟ عطاو 39 و200 جملة 39 و200 هذاك الشيء اللي عطاوه عطاو 39 ونص حيدوا واحد فيه شوية العيب شي واحد فيه شي عيب 39 ونص يحيدوا واحد والله جيب تيسير اللهم امين شحال كثير نتوما البيع؟ 39 كنقول لهم 40 40 قاربنا غير ما بقاش بيناتكم الله يسهل الله الله يجيب تيسير قطعنا ب 2000 درهم تبارك الله عطينا 1960 درهم جمله 1975 درهم تيحيدوا لهم واحد في شي عيب وقطعة جملة ب 2000 درهم والله يدير الخير الناس الاخوان اللي تفرجوا فينا ما ينساوش يتفاعلوا معنا في القناة تحياتي للجميع با زهير كلشي بخير؟ لاباس عليك لاباس عليك كلشي بخير؟ الله يحفظك شاد العزة تا با زهير؟ شدوك تا وياه حتى انا ما كنتش لا لا كاع هكا الوجه الزين الله يس لا لا خطيكم الله يحفظك كي داير السوق كي داير الاجواء تبارك الله الحمد لله الله وشكرنا الله يسخر هذا الحوله ديال الغنم هذا كل شيء على الله
واش عطاوك هاد الميزات اخويا زوير؟ خويا عطاوني 27 هذا على حساب الذبيحه ولا على حساب الكسب؟ ولادة اه ولد تي ولدو تمام 27 وزيري في السن؟ وحده غير جديده هذه مازال ما تهرساتش مازال غير جديده هذه رباعيه وهذه جامعه وحده يمكن هذه موم هي اللي والده كل شيء يقدر هذه اللي ديرها من بعدها الله يسهل الامور 27 بحال سينو 30 قاطعهم 1500 درهم الله يجيب التيسير الله يسهل الامور نشوفوا مع هذا شحال الرئيس هو شحال؟ إيمان زعما إيمان واش تا؟ هو زعما 58 وهذاك اللي مليه؟ 60 60 هذا تبع 58 وهذاك اللي مليه 60 تبارك الله الله يسهل الله الله تبارك الله ما شاء الله 46 2300 درهم اهلا شو بخير شجرة تاعي نصوروها سوق جديد قول لي فيه شجر فيه شو يدلو في الداخلية فيه في الداخلية يبغى يجي هذه الداخلية تبارك الله خروزين الله ما يسير 2300 درهم تبارك الله عليك الله يسخر الله يسهل الامور وهذه فاش بقات هذه 44 44 2200 وهذه كبيره على هذا ولكن هادو واصلين 46 46 باش فين تيلو بالثمن الزين كاين الزين تبارك الله الزين تافق نوم الله يسخر هادي 46 وهادي 44 2200 تباعوا وهادي مازال ما تباعتش هذه مازال ما تباعش حاطين فيها 2200 درهم هذه راه تباعت ب 46 2300 درهم والله يجيب تيسير الله يسخركم الله يحفظك شحال الراس من شحال؟ انا ماشي شحال؟ هذا 42 و40 42 و400 بديتي تكتبو عاد عقلت عاد عرفتيني عاد عرفتي الله يحفظك انا بالاول راه ما بغيتيش لا مولاه ما بغاش يبيعو 42 و400 باش راه غادي يكتبو بغا يكتبو شويه الله يسخر الله يسخر هاد الصغيره شحال هادي 33 ونص تبارك الله يسخر شحال قلتي لها 2000 ومولاها كيقول 35 35 35 1675 قطعه ب 1800 درهم الله يجيب التيسير الله يسخر الله يحفظك هذا الدا يكسبو تبارك الله حل يكون اللهم بارك 2120 درهم باش الله يسخر الجميع تبارك الله ما شاء الله 2800 درهم عاطين فيها 3 وذاك الطرفاني اللي مليح عاطين 3000 درهم هذا عاطين 3000 درهم خرف الاخوان تبارك الله حسمين ديال المناسب الله يدير الخير امي مرا عربي شاطين هنا تبارك الله سلام بلدي اصلي الله ما بالك 2000 درهم عاطين جبل تبارك الله ما شاء الله هذاك عاطين 2150 هاد الصغير عاطين 2100 درهم جاهز ليه صحابو ديك السابع مرقد ديال القرية تبارك الزين تبارك الله البلدي الله يدير الخير الله يسخر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله المرقد ديال القرية الاخوان المرقد ديال القرية الله يسخر البقريه ياك تبارك الله هذه ولاد الغنم النيس غير رغيس تبارك الله برقي الله يجيب لك تيسير الله يسخر لك الله يسخر برقي 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 اصيلي تبارك الله ها بلدي يا حر خويا عطو 40 فهمت هذاك الصغير 2000 درهم تبارك الله هذوك دابا هذوك عزلوا كسابه هذا عزيز
الله يسخر، الله يسخر، الله يسخر.